السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيشوفني دلوقتي، مشاهدي قناة الصحة والجمال ومشاهدي برنامج ساعة مع أمنة. الحقيقة وحشتوني جدا جدا الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله برنامج ساعة مع أمنة اللي جاي أفضل. طبعا زي ما عودناكم في برنامجنا بنركز على الأسرة ومشاكل الأسرة والمجتمع وقضاياه، بنحل كل حاجة هنا في برنامجنا. النهاردة أول فقرة عندي هتكون عن الأسرة، هنتكلم فيها عن الأطفال إزاي نربي أطفالنا. فأنا بطلب من كل أم وأب دلوقتي قدام الشاشة يسمعوني لمدة نص ساعة، هنقول كلام مهم جدا. الفقرة التانية إن شاء الله هنتكلم فيها عن الميك اب. تمام، الفقرة دي أنا شخصيا بحبها جدا وبحب أقدمها، وطبعا بتهم كل ست وكل بنوتة. كل ست وكل بنوتة نفسها شكلها يبقى حلو، سواء في مناسبة أو في عمل أو في الجامعة. تمام، النهاردة إن شاء الله هنقول لكم إزاي تحطوا ميك اب بشكل صحيح، إزاي تعرفي تحطي لنفسك ميك اب، هنقول لك على خطوط الموضة كمان، خصوصا إننا في فصل الشتاء. طبعا بيختلف الميك اب، اللوكات بتختلف من الصيف للشتاء. النهاردة قبل ما أتكلم في برنامج، عندي الحقيقة جات لي مشكلة، فهي مشكلة كبيرة جدا، فأنا قلت هبتدي بيها البرنامج. وهي واحدة بعتت لي رسالة بتقول لي إن هي متزوجة من 8 سنين وعندها ولدين، بتقول إن جوزي مش حنين عليا وعمره ما قال لي كلمة حلوة. طبعا أنا عايزة أقول لك أكيد هو قال لك كلمة حلوة، كلمة وألف كلمة طبعا. فعايزة أقول يا ريت ما ننساش الحلو دايما. إحنا بتقول لي احنا مخطوبين، واحنا مخطوبين كان حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. انا مش ضد الرجالة، بس حقيقي معظم الرجالة وهم مخطوبين حاجة وفي الجواز بيتقلبوا. بتقول المشكلة بقى، المشكلة بتقول لي انا عرفت شخص معايا في الشغل بكلمه وبنتقابل، تمام، بتقول لدرجة انه اقنعني اني انا اتطلق وانا بفكر في كده، هل انا صح ولا انا غلط؟ طيب انا قررت ان انا ارد عليكي هنا قدام كل الناس، عايزه بس اقولك ان انت غلط خالص. تمام، انا هكون قاسيه عليكي شويه معلش، عشان اللي بتعمليه ده مش هقولك ان هو ضد العادات والتقاليد بس، لا ده انت كده يعني ربنا ما قالش كده خالص ولا ديننا قال كده. فانا مش بدعو للطلاق، انا عايزه بس اقولك ده انت تتطلقي ولا انك تعيشي مع راجل انت خاينه ليه. تمام، فياريت تسمعيني وتراجعي ضميرك وترجعي لربنا وتصلي، واللي انت طالباه مني ان انا اقولك عليه اقطعي علاقتك بالشخص ده نهائي. ركزي في بيتك وجوزك وولادك، وشوفي يا ستي الطريقه اللي انت كنت بتكلمي بيها الشخص التاني كلمي بيها جوزك. تمام، لو هو جوزك بعد عنك فترة، ضغوطات الحياة لازم نراعيها مع بعض. تمام، حاولي انك تتقربي منه تاني وتقدري البيت، لان خراب البيوت مش بالساهل. فراعي ربنا الاول وراعي ضميرك وغيري كل حاجة، غيري موبايلاتك، عايز اقولك غيري البيت اللي انت فيه، اقطعي علاقتك تماما، واتمنى لك حياة سعيدة ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يصلح حالك وحال الجميع ان شاء الله اللي باسمك. عايزين نتكلم عن سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب قال ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. يعني إيه؟ أي أم وأب دلوقتي بتسأل وبتقول يعني إيه الزمن غير الزمن؟ الزمن غير الزمن، هي القيم ثابتة. تمام، إن أنا أحترم، هربي ابني أو بنتي إنه يحترم الكبير، يعطف على الصغير. القيم عندنا ثابتة. إيه اللي اتغير عندنا دلوقتي؟ الحياة، أكتر حاجة السوشيال ميديا. تمام، في ابلكيشن عندنا اسمه التيك توك، ده انا يعني مش عارفه اقول ايه عليه، ده كله غلط. فهنلاقي الـ الولد او البنت بيقلد، فالاجيال كل الجيل اللي طالع ده هيبقى كده في التيك توك، مش هينفع. فانا عايزه اقول لكل اب وكل ام انهم يراقبوا ولادهم، ما تسيبش ابنك كده للسوشيال ميديا وقاعد بقى تيك توك وفيسبوك والكلام ده. لا ماشي، اديه حريته واديه مساحته، بس برضو الرقابة عليه تكون من بعيد شوية، ما تحسسوش ان انت بتضغط عليه. النهاردة انا معايا دكتور هبة طلاب كرم، مستشار اسري ومرشد نفسي تعديل سلوك وتخاطب، ومحاضر في المعهد الكندي للتدريب والتنمية. دكتور هبة هتقول لكم ازاي نطبق
بشكل سلس، ازاي نربي اولادنا. هتكلمكم النهارده عن التربيه الايجابيه، اسمحوا لي ارحب بيها. ازي حضرتك يا دكتور، اهلا منوراني النهارده في البرنامج يا اهلا فندم، بحضرتك، منوره استوديو قناه الصحه والجمال. شكرا مشتاقه. اول سؤال دلوقتي، في بالنسبه للاب والام، هو في تربيه ايجابيه وفي تربيه مش ايجابيه؟ هو يعني في اكيد طبعا التربيه الايجابيه اللي هي اوصل بيها لبر الامان من غير اي ضغوطات ولا اي تعب نفسي من تجاه الام يعني والاب مع تمام. الاولاد. يعني في امهات تقول لك انا تعبت خالص، انا الحمل تقيل عليا، انا مش عارفه اربي ولادي، ما بيسمعوش الكلام. طبعا هي بتبقى ضغط على نفسها، فده بيصيبها بالتوتر والعصبيه، فما بتعرفش تربي تربيه ايجابيه. يعني صحيح. ما فيش مزاج، ما فيش مزاج للتربيه، بالتالي ان ده هيعود على الاطفال بالعنف بقى والعند والمشاكل اللي بتقابلنا كلنا كامهات، وتفضل تتراكم عليها بس هو ضغوطات الحياه. حقيقي الأم بتبقى مضغوطة، تمام، تمام. بره شغل جوه البيت، كمان لو هتذاكر للولد للبنت، يعني حاجة صعبة جدا. فاحنا عايزين نقول لها ازاي تتعاملي مع ده كله، وما تضغطيش نفسك، ازاي يعني تعاملي الطفل بطريقة ما تحسيش بيها ان انت بتصوتي وخلاص الضغط عالي، اللي بيحصل للأمهات. انا بتكلم ايوه، بلسان كل أم، فقولي هي حضرتك لكل أم. اي ام او اي امرأة تصلح ان تكون ام، تمام، يعني دي قاعدة. متفقين عليه، تمام. انما مش كل ام تصلح ان تكون مربية، الا اذا تتوافر فيها عدة اشياء. زي ايه مثلا؟ زي زي المزاج التربوي. منين هنجيب المزاج التربوي ده؟ ده هنجيبه من البحث. انا هبحث عن ما كل ما هو جديد، وهستعد جدا لمرحله التربيه. تمام، انا داخله مرحله زي ما بدخل اي مشروع لازم اعمله دراسه جدوى، حلو جدا. فانا داخله مرحله تربيه، يعني عندي كيان، عندي انسان لازم اطلعه صالح للمجتمع. تمام، فانا هعمل بحث او دراسه على الكيان ده ازاي اربيه، فلازم ابحث عن ما كل ما هو جديد في الساحه. يعني طول احضر، الوقت الأم تقرأ. تقرا، تحضر كورسات، تنمي نفسها، تشوف ايه سمات المرحله اللي هي بتربي فيها. اذا كان تمام، مثلا طفل من سنتين لخمس سنين، او طفل من 6 سنين ل 12 سنه، او طفل من 12 سنه لمثلا ل 18 او كلها مراحل 19، مختلفة طبعا كلها في التربية. مراحل. هي مرحله الطفوله ومرحله اكتشاف الذات ومرحله المراهقه. تمام، فهي لما تدرس وتعرف ايه سمات المرحله دي، هي هتعرف هي بتتعامل مع ايه بالظبط. وده طبعا المفروض يعدي عليها بطريقه سلسه. لازم يكون في صبر. الصبر ده بيجي الصبر ده طبعا أهم حاجة، بيجي من ثقتي في الله. انا وفي نعمة واثقه في بالله. ربنا ان هو خلقني علشان الرساله دي، فاكيد هيديني مقومات الحياه ان انا ايه، يعني اعرف اتجاوز بقى المشاكل والضغوطات اللي انت بتقولي عليها. واكون انا عندي المزاج التربوي اللي قلنا بالبحث، واكون عندي صبر، ده بيجي من ثقتي بالله، ويكون عندي تنمية مهارات. يعني تمام، ايه تنمية مهارات؟ انمي مهاراتي انا الاول، وبعد كده انا هقدر لما يكون عندي مهارات هقدر ان انا اتعامل مع الطفل بذكاء بحيلة، بدل ما هو ده يمشي مفيش حوار مفيش مناقشة، انا كلامي اللي هيمشي. لا، هو عشان لازم كده يكون بنقول اسمعوا ولادكم. لازم يكون في حوار، في حوار ومناقشة مع تمام، الطفل حول كل شيء. يعني اتفه الاشياء لازم اتناقش مع ابني فيها ومن الصغر يا دكتور، عشان من هما سن بيقولوا صغير، سنتين. من من سنتين سن بتقول لك سنتين صغير ده مش بيفهم لا حاجه فانا طبعا، اضربه. هو في 3 انواع للتربيه. اول حاجه التربيه المغلقه، اللي انا خاف عليه من كل حاجه وحاظر عليه من كل حاجه واقفل عليه. في تربيه اللي هي التربيه المعقوله، اللي هي انا اسيبه اناقشه حوالين الخطا واسيبه يتعلم من اخطائه. هكون معتدل في تربيته، يعني تمام، اراقب بس من بعيد، اراقب، ما حسسوش ان انا بتجسس عليه، احميه. وفي التربيه اللي هي التربيه الحديثه، اللي هي اللي احنا بنسمع عليها، انا اسيبه براحته يخرج وقت ما هو حر. دي حريه شخصيه. ده طبعا التربيه دي مرفوضه جدا. هي التربيه الوسطيه هي احسن تربيه ان احنا نتبعها، ان احنا نراقب ولادنا. طيب بمناسبة التربية الحديثة، افرضي ابني مش مقصر في أي حاجة، تمام، بيعمل كل حاجة، تمام، عايز يلعب عايز يخرج، تيجي الأم تقول له مثلا لا ما تعملش كذا، لا أنا لا مش ليه، مقصر في حاجة، لا ليه، فسيبيني أنا حر بقى، لا ترد كلمة، هنا تقول إيه؟ كلمة انا حر هتناقش معاه فيها برضو. بس انا زي ما لازم افهم ابني، زي ما ليك حقوق عليك واجبات، تمام، ولازم انا اكون مظبطه يومه كله
اعمل له زي جدول كده، جدول لليوم. تمام. مش هنتعب في حاجه، احنا هنقعد انا وابني هنعمل جدول ازاي نقضي اصلا يومنا، اليوم يتقضى ازاي. فهنعمل اوقات انظم له وقت. مثلا بيجي سي من المدرسه الساعه كذا، من كذا لكذا احنا هنعمل، هناكل مثلا. ويا ريت كمان لو احط جدول ده نعلقه في الاوضه مثلا. ده هنعلقه كل يوم هيتغير. تمام. ولازم يكون في حدود عندي في البيت. حدود، قواعد، قوانين، لازم كلنا من اول بابا كبير لحد الاصغر طفل في البيت. هو لو شاف الاب والام هيمشي تمام. على الخطوة. يلتزم بيها هو. علشان تطلب حقوقك لازم تأدي واجباتك. تمام. فطبعا هنعمل ساعة مذاكرة وساعة أكل وساعة لعب، وفي طبعا قواعد وفي ساعات للعب. مخليش في يوم ابني وقت فراغ، لما ما يكون ما عندوش وقت فراغ هو مش هيبقى عنده مشاكل. وأكون أحاول إن أنا أكون متواجدة معاه في كل الأوقات، يعني بيلعب على الموبايل أنا معاه، بيتفرج على التلفزيون انا معاه. لازم اشوف يعني. التغذيه العكسيه اللي بتيجي لابني دي جايه له منين. تمام. وايه اللي بيتلقاه. علشان اعرف انا يعني ايه اللي بيدور في دماغ ابني. لازم اخليه ناقد، يعني مثلا هو بيتفرج على فيلم كرتون ما سيبهوش واقول خلاص هو ساكت واشوف انا بعمل ايه. لا، لازم اشوف هو اتفرج على ايه واناقشه فيه. هي بتبقى مشغوله الام، فاللي هو عايز اخلص اللي ورايا بسرعه. هتعمل اللي وراها وهي بتتكلم. يعني هتعمل اللي وراها وهي بتتكلم معاه. هاي حبيبي شفت الفيلم، ايه اللي حصل، عملوا ايه، طب طلعنا منه ايه الفايده اللي طلعنا بيها. طبعا كل ام دي فاهمه طريقه ابنها بتتكلم معاه ازاي. كل شخص ده بيولد طفل ناقد، بيشوف الايجابيات والسلبيات في اي عمل هو بيتفرج عليه، فده بينمي وعيه. وجود امه كمان جنبه هيحس باهتمام. بالظبط. وكمان يعرف ان هو بيتحاور معاه في كل حاجه. سي قابلته مشكله في اي حته، هو عارف ان هو هيروح يحكي لامه مش هيكتمها. تمام. وبعد كده تتضح الام ان في مشكله كبيره هي مش عارفه تتصرف فيها. لما يكبر كمان وتبتدي تشتكي وتروح لدكاتره، يا جماعه اعمل ايه، هي بتبقى هي السبب. بالظبط. البعد. البعد الاجتماعي، ان كل واحد ماسك الموبايل بتاعه. دي مشكلة كبيرة عايزة حضرتك تتكلمي فيها للمشاهدين. الأب بيبقى قاعد ماسك الموبايل، الأم ماسكة الموبايل، ده حقيقي. الولاد ماسكين التاب والحاجات. وفي الآخر يعني وفي الآخر نشتكي إن ابني قاعد 24 ساعة على الموبايل ما بيسيبهوش. ما هو لما بيدخل عليا الأوضة بيلاقيني ماسكة الموبايل، يبص لبابا يلاقيه ماسك الموبايل. طب انا هعمل ايه؟ ما انا لازم اعمل زيهم. وبيقولوا فعلا الاطفال بيقولوا يا مامي انت ماسكه الموبايل. انت ماسكه. طب انا همسك خلاص الموبايل. هعمل كل ايه؟ ام لازم تعرف ان هي مرآه لطفلها، زي ما هيشوفها بتعمل هيقلدها. هيعمل بالظبط. بالظبط. يعني هم، انا عايزه ابني يبقى مستقيم، ابني ما فيهوش حاجه سلبيه، انا لازم اربي نفسي الاول. زي ما بقول لك كده، انا استعد اعمل دراسه جدوى، ابدا بنفسي. لو انا بشاور عليكي في الغلط ففي ثلاث صوابع تانيين بتشاور عليا انا. بالظبط. فلازم اشوف الغلط جاي منين. هو الغلط انا عندي طفل بمسمى العنيد، مفيش لقب او تسميه اسمها العنيد. للاسف هم فاهمين كده. يعني العند ده شيء جبار، ذكر في القران الكريم يعني بطريقه جباره، يعني ما نقدرش عليها ان احنا نصفها لطفل. هو بيبقى طفل متمسك برايه، يبقى قوي الشخصية برضو، عنده شخصية. متمسك ليه؟ لأن الطفل أصلا ولد على الفطرة إيه، إن هو يعبد الله وما يسمعش كلام غير الله. بس معلش نقف عند النقطة دي. الأم لما بتشوف الولد عنيد بتقول خلاص ده ابني عنيد. تمام. لا، هو المفروض ان احنا نعرفها انه ده قوي الشخصية، فما تقعديش تقولي له انت عنيد، هو كده هيبقى ضعيف الشخصية. العنيد هيبقى منك انت. من الأب أو الأم. أولا لما اصف ابني بالعنيد يبقى اكيد العند ده جاي مني انا. جاي مني ازاي؟ ان انا بحكم عليه يعمل حاجات هو مش مقتنع بيها. فبيتمسك برايه، وده طفل متمسك برايه، ده عنده وجهه نظر. بالظبط. فلازم اللي احنا عايزين نقوله لازم انميها. ما ينفعش ان انا اقول له هو ده وبس، او كده وخلاص، هتعمل كده وخلاص. اخرس خالص، ما اسمعش نفسك وهتنفذ اللي انا بقول لك عليه. وبعد كده اشتكي ان طفلي بيعصاني او ابني بيعصاني. يعني طب الاول هو ما فهمش، يا اما هيعصاقي ويبقى عنيد، يا اما هيبقى تابع وهيبقى ضعيف. يعني انت بتخلقي في الحالتين، انت السبب، بتخلقي سلوك وحش جدا في الحالتين. انما لو انا قعدت مع ابني واتناقشت معاه حوالين اي سلوك سلبي انا عايزاه يتغير فيه، او اي امر انا عايزاه ينفذه، وهو ما اقتنعش، في حاله ان هو ما اقتنعش، مفيش مشكلة، أسيبه يجرب.
ويتعلم من اخطائه. احنا اتعلمنا من اخطائنا، احنا ما اتعلمناش من النصايح، اتعلمنا من اخطائنا. بنخطا، بنقوم، بنقع وبنقوم نقف تاني. بالظبط. فهو الخوف الزياده غلط، يعني عايزين نقول لكل ام الخوف الزياده بيولد غلط. يا اما سيبيه يشوف متمسك برايه وبيعصي اهله، يا اما هيخلق طفل ضعيف جدا ملهوش اي اراء. فهو دوت دي المشكله اللي احنا بنقابلها. فالاب والام يبصوا لتصرفاتهم الاول، وبعد كده يبصوا للانسان اللي موجود معاهم في البيت اللي بيتلقى. لا طيب ابني هنرجع استاذن حضرتك، هنرجع للطفل من سن سنتين. سنتين الام بتقول سنتين مش هيفهم اي حاجه، فكك منه الكلام اللي احنا بنسمعه ده. لا، المفروض نقول لها تعمل ايه مع السنتين ونعرفها انه ده بيفهم. التربيه الاساسيه والتربيه الصحيحه هي بتبدا من سنتين. من سنتين ليه؟ لان الطفل بيتعود على اشياء بتكبر معاه، فلو عودته على اشياء ايجابيه هتكبر معايا بطريقه ايجابيه، كده ما عنديش مشكله، انا مرتاحه. انما لو اتعود على اشياء سلبيه هتكبر معاه ويكبر السلوك ويبقى صعب جدا ان انا اعدله، وياخد فتره طويله، لان اكتساب السلوك في لحظه، اما تعديله بياخد وقت. صعب كبير جدا طبعا. لما يكون عنده سنتين مثلا، يجي لمثال عنده سنتين وبيجي مثلا عند الجده او الجد او الماما ويضربها، ده بيعرف يضرب ونضحك. فالطفل هنا بيحس ان هو بيعمل حاجه فكاهيه، فبيبدا ان هو يزود عشان يضحكه يضرب اكتر. ما هو مش فاهم، مش فاهم. بيكبر مع السلوك دوت ويتحول لطفل عنيف. تمام. واجي اشتكي، اروح للمختص، ده لو عندي وعي ان انا اروح للمختصين، اقول انا ابني عنيف، ويبدا المدرسه تشتكي منه، تبدا تهددني بالفصل. طب انا اروح بيه فين؟ ابني عنيف، ده هو مولود كده. اولا مستحيل يكون مولود كده طبعا، والعند ده سلوك مش مورث، ده سلوك مكتسب. بمناسبه الجد والجده، في اسئله جات لنا، اللي هو ايه لما يكون الجد والجده بيتدخلوا في تربيه الابناء، هي عايزه تعاقب، لا سيبيه. طب تعمل ايه الام في الحاله؟ هو في حالات بتختلف عند كل ام، يعني ممكن انا اكون قاعده مستقله في بيتي، وفي يوم بنروح للجد والجد، مفيش مشكله ان اليوم دوت يبقى يوم فري. تمام. لكل حاجه، ونحط قواعد كده. يعني احنا عند تيتا مفيش مشكله ان انا اتغاضى عن هو يستعمل الموبايل، اتغاضى على الدلع شويه، شويتين ثلاثه كمان مفيش مشكله، ده عشان حتى يحب ان هو يروح لجدته. اما في حاله تانية انا عايشه مع امي، عايشه معاها، دي مشكلة بقى. يعني هي بتربي زيها. تمام. دي فهي مشكلة. كمان يعني معظم الحالات، عشان ما ظلمش كل الجدات، يعني معظم الجدات بيربوا تربيه كويسه جدا لاولادهم، بس بيجي عند احفادهم ما بيقدروش، بيدلعوا جدا. فده طبعا ده غلط. انت دلوقتي بتربي وفاهمه يعني ايه بتربي، والام او الجده بتبوظ زي ما بيقولوا، يعني بتبوظ اللي انا بعمله. طبعا لازم يكون في هنا وقفه، يعني انا ما اقدرش ان انا اسيب الدنيا كده وابني يعني يتعطل في حاجه، فمش ببقى عارفه اعمل حاجه. يا اما استقل بيهم واربيهم، يا اما اقعد وافهم امي او افهم الجد والجده ان ما ينفعش التدخل، ما ينفعش الدلع زياده عن اللزوم. احاول اللي انا اتعلمته انقله للاب والام دول. تمام. علشان يساعدوني، ما يبقاش هم اداه يعني تعطيل ليا او عقبه ليا، لا هم بيساعدوني كمان في التربيه، فده يبقى احسن ليا. يعني احول كل موقف لصالحي. تمام. بدل ما اقعد واقول ايه معلش طب هعمل ايه، ما انا قاعده عند تيتا وتيتا بتدلع، مرميش اخطائي على شماعات الاخرين، مع الغير. صح كده. على طول ادور ايه الحل، ايه الحل، واطلع من بره، من جوه المشكله علشان اشوفها من بره. انا لو شفتها من بره هعرف حلها، انما طول ما انا جواها فالضغوطات والاتهامات بتشاور عليا من كل الجوانب وانا مش عارفه احل. فلو بصيت عليها من بره هعرف احلها. هعرف احلها. طيب الطفل لما يكبر شويه كده يبقى 8 سنين. لما الام تقول له اوعى تتاخر، لازم تيجي دلوقتي، وتزعق بقى وكده، كل ده غلط طبعا. يعني احنا عايزين نقول لها، نوجه كل ام، هيبقى احلى لو قلت له انا هبقى مبسوطه لو رجعت في الوقت، صح كده؟ ايوه. بصي، هو 8 سنين اولا ما بيخرجش لوحده. يعني ده ممنوع. تمام. دي من الممنوعات. دلوقتي عايزين يخرجوا، لا وعايزين يقعدوا على كافيهات والله، وبصي حاجات. أيوة. يعني ما هو دي ده الزمن بقى اللي هو ايه اللي بنقول عليه في المقوله،
مقوله علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، بس هي يعني هي ما تنسبش لعلي ابن ابي طالب، هي تنسب لسقراط. هو قال لا تربوا اولادكم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم. غير زمانكم. طيب. اللي هو يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه ايه؟ اللي المغزى من الكلام دوت ان انا اعلمه القيم والمبادئ والاسس اللي انا تربيت عليها، بس بطريقه لزمنه. تمام. هقف بس عند النقطه دي. هعلمه القيم اللي انا تربيت عليها. تمام. بس ما ينفعش ان انا اقول له البس زي، لازم شكلك يبقى شكلي، لازم شخصيتك. هنا عايزين وقفه للام والاب. القيم والمبادئ شيء، دي حاجه ودي حاجه، واللبس والهوايات والميول دي شيء تاني. شيء تاني خالص. هو ربنا ادانا يعني الاولاد دول امانه. ربنا ادهلنا، احنا وسيله بس لانجابهم. اما هم فهم اولاد الدنيا. فما ينفعش انا اخليه اسطمبه مني. ما ينفعش مثلا بس اعلمه الاتيكيت، اعلمه ان الكل قام مقام. تمام. يعني مثلا في المدرسه لازم نلتزم بالزي المدرسي، في النادي نلتزم بالزي الرياضي، خارجين مثلا في حفله لازم هو لما يتعلم الاسس دي هو هيفهم. يعني ارتقي بذوقه، بلاش اخلي ذوقه ينحدر. لان انا كل ما اشوف صحابي بيلبسوا بنطلون مش عارفه مقطع مش عارفه تقليد بقى. هقلد. لا، هنا قيم ومبادئ ان انا اعلمه، اسيبه يلبس بس في المعقول. بالظبط. لما اعلمه انا مش هخاف ان هو يبقى اوفر، هيبقى معتدل، لان انا حطيت له قواعد من الاول. بالظبط. علمته ان الكل حاجه ليها المكان بتاعها اللي احنا هنحطها فيه. تمام. اللبس، طريقه الكلام، طريقه الاكل. وطبعا وانا بعلم انا ما ينفعش انصح على طول وادي اوامر على طول كده، انا مش بعلم. لما اكون عايزه الطفل او ابني مهما كان سنه، لو صغير او كبير، يعمل الشيء ده، ما بلاش بصيغه الامر. بلاش اوجهه بصيغه الامر، ممكن اخيره. حلو جدا. يعني اقول له مثلا ايه، هو كده دي ذكاء مني، ما هي دي الحيله اللي انا بقول ان احنا لازم نتعلمها. يعني مثلا ايه، هو لا بيرضى ياكل ولا بيرضى ياخد شاور، مغلبني يعني. فهقول له ايه رايك يا حبيبي، نبدا الاول، هنعمل حاجتين، نبدا الاول بالاكل ولا بالشاور. هو يحس بالثقه في نفسه ان هو بياخد قرار، فهو كده اتلبس في الحاجتين، هيعمل الحاجتين. بس هيعملهم بمزاج، هيعملهم وهو مبسوط. فهو هيختار، يقول لي خلاص ناكل الاول، اوكي ماشي ناكل، يلا بسرعه عشان ناخد الشاور. فانا كده خلاص انا وصلت ان انا عملت الحاجتين من غير ما استناش بقى عليه. عشان بعض الامهات بتستنى ناكل الاول، ولا طب هخلص حاجه ورايا وبعدين، وتفضل تضرب وتقول له انت ضرب. هي بتبقى هنتكلم في الضرب. خلينا الضرب ده بعدين. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل الحاجتين، واتفقنا ان احنا من الاول خالص ان احنا عاملين جدول. تمام. يعني الجدول ده من واحنا صغيرين خالص، خليه شفوي في الاول لان هو ما يعرفش القرايه والكتابه. بعد ما يفهم القرايه والكتابه احنا بنعمل جدول مكتوب زي العقد كده. تمام. لازم يلتزم بيه علشان يطلب حقوقه. لازم يديني الواجبات دي اللي هي من الساعه كذا للساعه كذا هنعمل كذا. ده ترتيب للوقت، وحتى هيطلع يكبر يبقى منظم. هيتعلم هنا، هيبقى ليه واجبات، يستثمر وقته. كل وقت، كل دقيقه دي ليها قيمه. فلما احسسه ان انت عملت حاجه في الوقت دوت، هيحس ان هو عمل حاجه في يومه. بدل ما الطفل بينام وبيقوم روتين يومي، بيحاول يبتكر حاجات، ودايما بيروح للخطا. تمام. دايما بيروح للحاجات الخاطئه عشان يحس بالاثاره في اليوم، عشان وقتنا بالمتعة. بس طبعا. حاجة مهمة اتفقنا ان احنا نتكلم عنها، التربية الجنسية. عايزين نعرف كل ام وكل اب، التربية الجنسية المفروض انها بتبتدي من سن كام، عشان لما الطفل يجي يسأل اسئلة محرجة الاب والام يعرف يجاوب، يعرف يرد ازاي، ايه الطريقة وايه الردود. تمام. هو قبل ما الطفل يسأل، هو دي التربية الجنسية دي من الحاجات اللي انا بحب لأي اب واي ام ان هم يسبقوا بيها. يعني دايما يقولك ما تسبقيش بالسلوك الخطأ في الشرح لابنك. تمام. عشان ما يكتسبوش. من سن كام بس عشان نعرف؟ من سن، هنبدأ التربية التنشئة الجنسية دي من سن سنتين لخمس سنوات. من سنتين لخمس. ازاي هننشئها؟ هننشئها بطريقة، انا لو نشأتها بطريقة صحيحة في السن ده، انا هعدي كل المراحل الجاية الثلاثة اللي انا قلتلك عليهم بسلام. مفيش طبعا عندي اي مشاكل. بتبقى اكتشاف، واللي جاي بيبقى معرفة. فعشان اعدي المعرفة بسلام، لازم الاكتشاف اتعامل معاه هو في الطريقة اللي هتقول عليها حضرتك.
سنتين لخمس سنين هو بيبدا يكتشف ذاته وذات الاخرين، يعني ان كان ولد او بنت، فبيحاول يشوف انا زيك زيي ولا انت مختلفه ولا انت مختلف، فبيحاول ان هو يكتشف. انا في دوري ايه في المرحله دي؟ دوري ان انا اتكلم معاه، اتكلم معاه على طريق يعني على قد فهمه. تمام. يعني مثلا هشرح له، هشرح له طريقه التربيه الجنسيه بطريقه مبسطه. يعني مثلا لو بنت هجيب لها عروسه واحط علامات على المناطق التناسليه الموجوده اللي ما ينفعش حد يلمسها. تمام. واعرفها علامه اكس كده. وانا ابدا اقول لها المناطق دي ما ينفعش حد يلمسها. تمام. وفي حاجه جدا. على فكره ذكيه جدا الامهات بيعملوها. تمام. ايه بقى؟ يعني انا مثلا ابني عنده سنتين خلاص اتعلم ان يدخل الحمام لوحده وقعد على التويلت لوحده. تمام. انا ما ينفعش احط ايدي اغسل له المنطقه التناسليه بتاعته، ما ينفعش. انا اخليه هو اللي يحط ايده يغسل نفسه واسلط الميه عليه. تمام. مره على مره هو هيبدا يتعامل مع نفسه. انا كده هبقى واثقه انه لو دخل المدرسه او دخل الحضانه محدش هيقدر يتعامل مع ابني ولا يمد ايده. تمام. عشان وقتنا اتفضلي استاذن حضرتك، بس في عجاله كده نصيحه لكل ام بخصوص التربيه للاطفال. وانا انصح كل ام ان هي تبحث عن كل ما هو جديد. انا بكلمي الامهات والابهات هنا، يعني انا بقول ان ولادنا ربنا اداهم لنا وهيسالنا على حاجات معينه، حاجات يعني قليله جدا. انتوا بينت لهم ايه؟ حببتوهم في ايه؟ نصحتوهم بايه؟ وحميتوهم ازاي؟ بس. وانا لو عملت الحاجات ديت وانا مرتاحه وعندي مزاج تربوي، ان شاء الله ابني هيطلع كيان كويس جدا وهفتخر بيه. اما لو انا اكرهته او ابغضته على الصح او الغلط وخليته على طول بيخاف من الناس، هو هيطلع يخاف من الناس، هيجي في خلوته مش هيلاقي ناس هيغلط. انما على طول لازم اخليه يخاف من الله. لما يخاف من الله واصح الوازع الديني عنده، هو هيتقي ربنا في كل اوقاته حتى في خلوته. تمام. بشكر حضرتك يا فندم، نورتيني النهارده بسي. وان شاء الله نلتقي بحضرتك تاني عشان المواضيع دي عايزه حلقات وحلقات. بصراحه نورتيني النهارده. شكرا ليكي. شكرا. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع فقره الميك اب، اكيد كلكم مستنيين، ما تروحوش في اي حته.